دكتور غنيم، المفروض ان احنا دلوقتي بصدد تجربة. اللي معاك ده ايه؟ هو ده تجربة تدل دون شك على استخدام الفوسفور الابيض في احراق، في احداث حرائق شديدة جدا. والفوسفور الابيض من خواصه هو دقيقة الاشتعال حين يتعرض لهواء الجو، الاكسجين. فالوعاء ده فيه رمل عشان وفيه جواه شظايا جمعت من مقر الأونروا اللي هو الحرق، اللي هو مخازن المخازن الغذائية الخاصة بمنظمة غوث اللاجئين الدولية. فدي اللي اتحرقت. يعني دي شظايا ولا قطع من مباني فيها شظايا؟ لا، دي شظايا. شظايا. فلما المفترض احنا لما نشيل الرمل من عليها، تعرض الشظايا دي للهواء الجوي، تبتدي تدخن وبعدين تشتعل ذاتيا تاني. بقى لها ايام، المفروض بقى لها الوقت 12 يوم. فانا هشيل الرمل ده كده ان شاء الله كده. الابيض ده هو الابيض ده هو ده الفوسفور الابيض اهو، يمكن اهو لو فتحنا منه حتت كده. مفروض ده اسفلت، دي قطعه اسفلت. مفروض ان هو يبتدي يشتعل ذاتيا. نشيل بس الرمل، هبتدي ادخن اهو. لا ده فعلا ابتدى يدخن يا دكتور، على طول هيدخن اهو. يعني ما انه بقاله 12 يوم منطفئ. بقاله 12 يوم. انا مش عارف الدخان باين في الشاشه ولا لا، بس انا قادر اشوفه. انا مش عارفه الخلفيه مبينه ولا لا، بس هو الدخان واضح بالنسبه لي جدا. وايه اللي طفيه تاني ده؟ ان عدم تعرضه للهواء الجوي او الاكسجين. يعني واذا المرضى كان في الاول لما بيجوا بالحروق الناجمه عن استخدام هذا الفوسفور الابيض، لما كان محاولة تنظيف الجروح كان تشتعل تاني الجروح، بتدخل بتطلع دخان زي اللي طالع دلوقتي. بالزبط. انا مش عارفه هو باين في الشاشه ولا لا، يعني مخرجنا يعني يبتدي الجرح يطلع دخان زي ده، يبتدي يتحرق، يبتدي الاشتعال الذاتي يشتغل ويبتدي فالمرضى. يعني دلوقتي لو احنا جبنا ميه وطفينا ده، الميه هتطفيه لان الميه هتنسحب من عليه الاكسجين. الحل الوحيد انه تغطيته. بالنسبه للمرضى تغطيته بفازلين. يعني ده مجرد وجود شظايا. دي حاجه بقى لها 12 يوم، ما بالك ذلك ما عندها لسه خاصيه الاشتعال موجوده، الاشتعال الذاتي. لما المشكله كانت في الاول ما حدش عارف الشغلانه دي. فكان المرضى لما يحصل فيهم شظايا من هذا النوع يبتدي يتنظفوا الجروح، تبتدي الاشتعال الذاتي يشتغل تاني. فالوقت لما طرت الحكايه دي، اول خطوه يتغطى الجروح بالفازلين لمنع التصاقه او ملامسه الهواء الجوي للشظايا، وبعدين غسيل الجروح بكبريتات النحاس. ده الوضع. ده اللي انضرب به الحبوب، دخلت عبر المعابر وتصورت المعابر الدوليه. حبوب ايه؟ الاغذيه. فلما دخلت واتخزنت، يعني الاول اتصورت دخول المواد الغذائيه على اعتبار انها هي لافته انسانيه من الجانب الاسرائيلي. ولما دخلت اتخزنت في مخازن وكاله الغوث الدوليه، اتحرقت بالقذائف. طيب لو القطعه دي شلناها وحطيناها رجعناها تاني في الوعاء او في البرطمان، لو قفلنا، لو الاكسجين خلص هتتبطل اشتعال. بالظبط بالظبط. طيب ممكن الدخان يملى الوعاء ده لو احنا جربنا نحطها فيه؟ ممكن. طب عاوزه تحطيها؟ قادر. وبعدين المشكله، وبعدين هنعمل ايه بقى بعد كده؟ طيب حضرتك اوعى، هي سخنه ولا ايه؟ هتسخن بس طب لو كنا في الفوسفور الابيض ده مضر اصلا يا دكتور ونيم؟ الدخان بتاعه مش تمام. لا انا خايف عليك وانت بتمسكه، يعني ما لا هو مش الدخان، لا الحته دي معزوله ما هاش حاجه، دي اسفلت وبتاع. لكن ده تلاقي فيها حاجه يسيره، يعني شاظيه ولا اتنين ولا تقدر قطعه اصلا قد كده. حته صغيره. ده يعني وبقى لها 12 يوم، ومع ذلك لسه الخاصيه دي موجوده. والخاصيه دي مرتبطه
بما يسمى بالفسفور الابيض. بالفسفور الابيض، واعتقد استخدام الفسفور الابيض ده اعترفت به ال الأمم المتحدة ومن الأسلحة المحرمة دوليا، وتصور أن يعني أن يجب على المنظمات الدولية المختصة بهذه الأمور جمع هذه الوثائق توطئة لعرضها على المحاكم المختصة بالتحقيق في جرائم الحرب، لأن الفسفور الأبيض بيحرق، والبعيد عنه زي الدخان زي ده يعني بيجي له اختناقات ومتاعب. لا، اذا كان الاشتعال ده بيكون في الحجر او في المواد الجماد الصلبه، ما بالك لما يبقى في جسد يعني بني ادم. طبعا كل لسه الحكايه جديده شويه، يعني ده يمكن اثر صغير قوي لكن اهو بيشتعل. طب بلاش تمسكه تاني يا دكتور، خوفا عليك الحقيقه. انت جبت نماذج من ده معاك من باب الفضول ولا من باب احنا حاولنا نعرض يعني الحقيقه عرض اثبات يعني موضوعي لاستخدام هذا النوع من القنابل او من المتفجرات توطئة لعرضه على الشاشات الاعلام لكن الحكايه دي متصوره كويس، الحكايه دي مثبته لدى الامم المتحده او لدى وكاله الغسل الدوليه والتصور ان يعني هي عاوزه بس ان احنا المختصين يقوموا برفع هذه المواضيع الى الجهات المختصه لتوطئه لل دكتور منيم. سؤالي الاخير لحضرتك، زيارتك دي لغزه ممكن تغير حاجه فيما تخيلته لنفسك في الفترة القادمة؟ يعني ممكن تدخل في جزء توثيقي، ممكن تدخل في مسألة تتابع ما بدأته في غزة، يعني هل ممكن تكمل؟ أنا في الحقيقة في نماذج عديدة قد تم جمعها لاستخدام نوعين من الأسلحة، هذا الفسفور الأبيض الحارق، والنوع الثاني اللي هو يار بقنابل الدايم. ودي قصة كبيرة تانية بقى. دي قنابل ضد الأشخاص تؤدي إلى الحرق الشديد أو إلى بتر الأعضاء، في العادة بتر الأجزاء السفلية، الرجل والقدم والفخذ وحاجة زي كده. يعني لحد دلوقتي ما قررتش إذا كانت الرحلة للغزة دي ممكن يبقى لها امتداد آخر معاك. احنا تحت الطلب، يعني اذا كان حد بيطلب ان احنا ندي بشهادة بشهادة سواء لفظية او شهادة موثقة ببعض الصور او شهادة موثقة ببعض العينات فده متاح، لكن من الاوفق ان يقوم بالتوثيق ده جهة محايدة، وفي جهات نناشد منظمة الصحة العالمية ده شغلها ان هي تبعت ناس من الخبراء الى غزة للحصول على العينات وللفحص المرضى وللتحقق مما ندعي من استخدام آلات وأجهزة وقنابل محرمة دولية. دكتور غنيم شكرا لك لأكثر من سبب، والحقيقة صعب أن أنا أفضل أعدد الأسباب، إنما وجودك هناك ثم أولا الرغبة في الذهاب والذهاب فعليا ثم العودة ومحاولة تقديم أي شيء لاستكمال شهادة للتاريخ، دي كلها أشياء تستحق كل الشكر والاحترام منا يا دكتور. أنا أشكرك، لكن الشكر ده يجب أن يمتد إلى مجموعة الأطباء مش أنا بس، يعني مفيش تفرد في البطولة ولا حاجة. أذكر الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ العظام الأشهر، الأخ الدكتور مدحت عاصم، الأستاذ الدكتور عبد الحميد عسكر، الأخ الأستاذ الدكتور إبراهيم العراقي، استاذ دكتور محمد عثمان، في ناس كتير راحت يعني يعني اسف ان انا مش هقدر اقول كل الاسماء، لكن في ناس كتير اشتغلت وراحت واعتقد انه في جانب انساني هام تمليه المهنه الطبيه. ده بالاضافه ان انا ما حبيتش انضم الى قافله متناميه في مصر، قافله ثوري الصالونات، يعني الواحد لازم بيقول حاجه وبيعتقد في منهج معين بيبقى لازم برضه ايه في تصرفاته تتسق مع هذا المنهج. دكتور غنيم شكرا جزيلا، شكرا للعرض الحي او التجربه الواضحه جدا
لسه على فكره بتدخن انا يعني هتفضل تدخن مش هتطفي مش هتطفي خالص مش هتطفي الوقت يا شكرا جزيلا يا دكتور العفو اي خدمه